المجالس البلدية انتهت مدتها، والجهات المختصة تعلن هذه الأيام عن انتخاب مجالس بلدية جديدة تباعا، كل مرة في جهة من الجهات. والمطلوب في هذا الشأن من الناخب ومن الناس الذين يعنيهم الأمر وحملهم الله مسؤولية، مطلوب منهم أمران. الأمر الأول عدم العزوف عن المشاركة في الانتخابات، لأنه لوحظ أن هناك يعني عزوفا ونسبة المشاركة متدنية جدا في بعض البلديات التي جرت فيها الانتخابات المدة الماضية، وهذه السلبية تنعكس انعكاسا سيئا على حياة الناس في المستقبل، لأن الناخب الذي يجلس في بيته يوم الانتخاب ولا يشارك كانت عنده فرصة لأن يشارك ويختار الشخص الأفضل الكفؤ الثقة الذي يمكن أن يقدم له الخدمة التي يشكو المواطن منها هذه الأيام، يشكو من انعدامها ومن تدنيها، ويقاسي في كل المجالات وخصوصا فيما يتعلق باختصاصات المجالس البلدية. يعني الناس يشكون ثم عندما تتاح لهم الفرصة ينصرفون ويتركون ولا يسهمون فيما يرفع عنهم الإصر ويرفع عنهم الظلم ويعينهم على قضايا حوائجهم ويقدم لهم الخدمات. فعندما يتركون ذلك باختيارهم وقد دعوا إلى المشاركة فعليهم أن يتحملوا، لا يلوم الإنسان إلا نفسه في هذه الحالة. عندما يأتي الشخص اللي هو يعني زي ما نرى الآن في معظم الناس يتولوا المسؤوليات، لا يرحمون الوطن ولا يرحمون الناس، كلها سرقات وكلها غش وكلها ظلم وكلها يعني كل واحد يشتغل على نفسه وعلى مصالحه ومصالح الناس ضايعة. ما دام أنت وتاتك فرصة وحملت أمانة وحملت مسؤولية وتركتها فعليك أن تتحمل مسؤولية ذلك. هذا من ناحية الدنيوية، هذا عقوبة عاجلة، لكن هناك مسؤولية أخرى أخروية